يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات الله ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اليوم رح نرد على أحد المتابعين لصفحة عبد شحود وتعليق رائع جداً. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أخي العزيز كلامك صحيح 100%. أنا أول مرة نسمع القرآن ونخشع له بهذا الصوت الجديد، كأنه آت من السماء، كأنه آت من السماء. الله أكبر، الله الله على هذا التعليق الرائع. بتمنى يعني من جميع المتابعين تعلقوا تعليقات رائعة، وهيك يعني شو حسيتوا أنتوا بالنسبة لإلكم هذا القارئ الجديد؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا شخص يجدد تلاوات القرآن الكريم، يجعل الناس تحب أن تسمع، تجعل الناس تعشق القرآن الكريم بهذا الصوت الرائع. سبحان الله، يعني عند الله عنده طرق رائعة جدا. الله يرسل شخص والآلاف من الناس والملايين من الناس الذين خشعوا لهذا الصوت، وكثير من الناس مسلمين أو غير مسلمين، يعني اللي كان ما عم يسمع قرآن صار يسمع قرآن كريم، وفي ناس يعني أجانب تأثرت بهذا الصوت، في ناس كانت ما تصلي بسبب آية بسيطة من القارئ عبد العزيز حيم صاروا يصلوا. يعني سبحان الله، يهدي به من يشاء ويضل من يشاء. بتمنى نتابع اليوم فيديو رائع جدا عن هذا القارئ، وبتمنى نتابعه لحتى النهاية. اليوم رح نعمل مقارنة ما بين القارئ عبد العزيز حيم والقارئ معاذ الصيام. معاذ الصيام يمتلك صوت رائع جدا، أقسم بالله، يعني لو نسمع صوت معاذ الصيام، يعني الله سبحانه وتعالى كمان اختار معاذ الصيام يمكن يعني اثنين، وهي المنافسة في القرآن الكريم، والسابقون السابقون أولئك المقربون. تابعوا معنا هذه الفيديوهات الرائعة، وما تنسوا تعملوا لايك وتشيروا الفيديو مع الآخرين، ومشاهدة ممتعة. هو مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن لما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات وأهلي
للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن